بعض المرات كيكون عند الناس الماء البارد مجهد، ولكن في لاشاص ديال الطوات ما كتعمرش دغيا، وما كيعرفش المشكل، الانسان ما كيعرفش المشكل منين جا. دائما كتجي راك تسمع بحال هذا الصوت هذا، سمعت الصوت هذا واحد الروميني، يعني هذا الصوت كيخرج بصعوبه. شنو كيكون المشكل؟ كيكون غالبا هذا الفلوتر هذا هنايا راه فيه واحد الفلتر كيكون عامر بالكانكر. انا غنقطع الماء ونحلو، غتشوفوا معايا الطريقه الحلال ديالو راه سهله. كتقطع بعدا الماء ونحلو هذا البانس، نشوفو شي باس يكون راس ديالو رقيق باش تقدر تجبدلو عليها، يكون راس ديالو غير رقيق. انا غنحاول معاه بهدا، ولا شي طرنو فيس رقيق ساهل. هاهو شوف كيفاه كيكون بوشي هذا، ما كيخليش الماء يدوز، راه هو فين شاد دابا ما كيخليش الماء يخرج. انا غنطوي ونعاود نرد. نحاول نطلقوا الماء ديريكت شويه باش يمشي الماء، باش يمشي داك الوسخ اللي كيكون هنا، باش الا كان شي وسخ يمشي عاد نردوا الفلتر ديالو. وهذا الفلتر راه مهم، راه كيكوفري على ديك الجلده ديال الفلوتور من الحجر اللي كيدوز ديال الكركير. وانت ما تسمع حتى الصوت غيتبدل دابا كامل بسهوله. نوطو الفلتر ونشوفو الماء واش غيبقى نفس الصوت دايز، واش كاين باقي مضيق ولا لا. هاد المشكل هذا كيعانيو منو الناس، ما كيعرفوش ان كيسحب ورا الفلوتر ولا عنده خاسر وكيمشي يبدلو. هو المشكل كيكون غير في هاد الفلتر هذا، وهاد الفلتر هذا كيما قلت لكم راه مهم، كيحافظ على الفلوتر باش ما كدوزلوش الحجره في بلاصه الجلده باش ما كتبقاش يقطر. دابا ولا مزيان، دابا كتعمر بسرعه. لان دير اي تساؤل خلينا في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والى اللقاء.